دمار يعقبه دمار، وجيش الاحتلال لا يتوقف. قتلى بالمئات، وأمهات ثكلى، وأطفال على فراش الموت، والعالم لا يحرك ساكنا. قصف جديد يضاف إلى سجل تل أبيب الإجرامي، قصف مبنى وزارة العدل في القطاع، وسلاح الجو الإسرائيلي يقصف خان يونس، والفصائل تتهم أمريكا بالمشاركة في هذه الحرب، ولبنان تعلن النفير العام وتقصف شمال تل أبيب، وتل أبيب تحذر رعاياها من السفر إلى 80 دولة حول العالم. فماذا تبقى إذن؟ ورئيس الشباك يؤكد على صحة عملية نيلي لاغتيال القادة الفلسطينيين، ونتنياهو يسعى لزيادة فرصته في المكوث بسدة الحكم. فما السبل التي سيسلكها؟ وهولندا تواجه صفعة لنتنياهو، وجيش الاحتلال يقيم جنازة بلا جثمان. فما القصة يا ترى؟ إسرائيل تسوي مبنى العدل في غزة بالأرض، وتحذر رعاياها من السفر إلى 80 دولة، ونتنياهو يسلك طريق البقاء في الحكم. بعد أن أعلن جيش الاحتلال عن استئناف عمليات القتال والقصف مرة أخرى في قطاع غزة، وبعد أن أعلنوا عن استهداف المدنيين في جنوب القطاع من جديد، إلا أن دار العدل لم تسلم من قصفهم، حيث دنسته أقدام جنودهم قبل قصفه، والتقطوا بعضا من الصور لهم قبيل قصفه وتسويته بالأرض كما فعلوا ببرلمان غزة سابقا. وعلى الرغم من كم الدمار والقتل والقصف العنيف في القطاع، إلا أنهم لم يتمكنوا من تدمير أنفاق الفصائل ولا حتى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وهو ما يثير الانتقادات ضد حكومة نتنياهو وأعوانه من أعضاء حكومة الحرب في تل أبيب. ومع استمرار القصف العنيف في القطاع، وثقت وسائل إعلام فلسطينية مقاطعا مصورة لطائرات إسرائيلية تحلق فوق سماء خان يونس، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن جيش الاحتلال سيوجه نيران مدافعه نحو خان يونس في الفترة المقبلة. ويزعم قادة جيش الاحتلال أن خان يونس معقل كبير لقادة وعناصر الفصائل الفلسطينية، وهو ما سيحقق لهم أهداف العملية البرية في القطاع. ليتبارى محللون مؤكدين أن هذه الرواية الإسرائيلية مختلفة، وإنما بهدف وضع حجج وأسباب لهم لدخول المدينة ومن ثم تسويتها بالأرض كما حدث في شمال القطاع. ومن جانبها، أدانت الفصائل الفلسطينية عمليات القصف واستهداف المدنيين وبخاصة للأطفال في قطاع غزة، وهو ما يؤكد على همجية جيش الاحتلال الذي يقصف أطفالا لا حول لهم ولا قوة. إلا أن الفصائل أكدت أيضا أن مشاركة الولايات المتحدة في هذا القصف، سواء بدعمها حكومة نتنياهو بالأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى منح نتنياهو الضوء الأخضر لبدء عملية برية موسعة في القطاع. لذلك فإن كل قطرة دم سالت في أرض فلسطين باتت أمريكا مشاركة فيها. هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن صفارات الإنذار ظلت تعمل لفترة طويلة قرب الحدود اللبنانية وشرقي تل أبيب، وذلك نتيجة وصول رشقة صاروخية من ناحية لبنان، وهو ما يتخوف منه نتنياهو في الوقت الحالي من دخول لبنان في هذه الحرب، مما يعني أن الجبهة الشمالية لبنان والجنوب اليمن والوسط الفصائل الفلسطينية. عندها لن يتمكن جيش الاحتلال من حسم الأمور لصالحه. ومع حالة الغضب والغليان العامة حول العالم، دعت حكومة نتنياهو الرعاية الإسرائيليين بعدم السفر إلى 80 دولة حول العالم، وأصدرت قائمة بذلك، وهو ما بات موضع سخرية رواد المواقع الاجتماعية من المستوطنين أنفسهم، مؤكدين أن العالم بأسره بات يكره تل أبيب ومستوطناتها. وفي تأكيد على اقتراب تنفيذ عملية نيلي على أيدي الموساد الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي بغرض تصفية قادة الفصائل الفلسطينية، حيث أعادت إسرائيل إلى الأذهان في ظل الحرب على غزة قصة حملة اغتيالات قامت بها قبل 50 عاما إثر هجوم ميونخ في دورة الألعاب الأولمبية بالمدينة الألمانية عام 1972، مهددة بتكرارها بشكل جديد.
وظهر الأمر ليلة الأحد الاثنين بعدما نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كان تسجيلا صوتيا لرئيس جهاز الأمن العام الشباك رونين بار يقول فيه إن المجلس الوزاري المصغر حدد أهدافا للمخابرات وهي القضاء على الفصائل ونحن مصممون على ذلك، إنها ميونخ الخاصة بنا. ويشير بار إلى سلسلة الاغتيالات التي أطلقتها إسرائيل ضد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية حينها بعد الهجوم الذي نفذته منظمة أيلول الأسود في دورة الألعاب الأولمبية في سبتمبر عام 1972 وقتلت فيه 11 رياضياً. وعلى الرغم من نشر حكومة نتنياهو قائمة من أبرز قادة الفصائل على قائمة الاغتيالات، إلا أن هذه المحاولات تثير عدة تساؤلات. هل سيبقى نتنياهو في سدة الحكم؟ أم أنها ستحول دون تعرضه للمحاكمة على أحداث هجوم 7 أكتوبر الماضي؟ حيث تتزايد خلال الأيام الأخيرة التقارير الصحفية بشأن مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحثيثة لتنفيذ قائمة اغتيالات لقادة الفصائل في الداخل والخارج باعتبارها طوق النجاة لإطالة بقائه في السلطة وإنقاذه من محاكمة أكيدة بشأن هجوم 7 أكتوبر. أبلغ مسؤولون إسرائيليون صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن نتنياهو يعتقد أن اغتيال يحيى السونار العقل المدبر المفترض لهجمات 7 أكتوبر سيكون كافياً لإقناع الداخل بأنه تم تحقيق نصر كبير وأن الحرب يمكن أن تنتهي وأن هذه الخطوة ستثبت أقدامه في السلطة للأبد. وفي انسلاخ أوروبي من دعم تل أبيب طالب محامون تابعون لمنظمات حقوقية محكمة في هولندا بوقف تصدير أجزاء مقاتلات النفاثة لإسرائيل معربين عن تخوفهم في أن تستخدمها إسرائيل في شن هجمات على غزة. وتقول المنظمات إن توريد قطع غيار المقاتلات من طراز F-35 يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في حربها على الفصائل. ويطالب المحامون الحقوقيون محكمة لاهاي الجزئية بإصدار أمر قضائي يحظر تصدير قطع غيار مقاتلات من طراز F-35 المخزنة في مستودع بلدة فونس دريخت. هذا وشارك آلاف الإسرائيليين من بينهم مسؤولون كبار في جنازة رمزية لأكبر قائد عسكري هلك في الحرب الحالية ولا تزال جثته في قبضة الفصائل الفلسطينية. وكانت إسرائيل أعلنت السبت مقتل العقيد أساف حمامي 41 عاماً قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، الفرقة المسؤولة عن ضرب الحصار على قطاع غزة. وفقدت آثار الضابط الإسرائيلي الكبير يوم 7 أكتوبر الماضي. وشارك في جنازة أساف حمامي التي أقيمت في تل أبيب وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت ورؤساء الأركان السابقين أفيف كوخافي وغادي إزنكوت وغابي أشكنازي وعدد كبير من المسؤولين الحاليين والسابقين. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار هذا اليوم. لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.